تمر بهذين الصبطين الجليلين، وإذا به يكثر من تقبيل الحسن من فمه، وإذا الأيام تكشف هذا العمل الذي كان يواظب عليه رسول الله، وإذا بالحسن مسجى على فراشه، قد سمته تلك المرأة اللعينة جعيدة ابنة الأشعث، قدمت السم للإمام في يوم صائف قائض شديد الحرارة، وكان الحسن قد أفطر على ذلك اللبن الذي فيه السم، فأحس كأن من فيه إلى سرته يقطع بالمواسي، وكان الحسن قد سقي السم مرارا عديدة، ولكن لا كهذه المرة عندما دخل عليه المولى أبو عبد الله، قال: يا أخي كيف تجدك؟ قال: يا أبا عبد الله، أجدني مفارقا للحياة، فإني قد تقيأت قطعة من كبدي في الطشت، وأنا والله يا أبا عبد الله حزين لفراقك وفراق إخوتك وفراق الأحبة، وأعوذ بالله من هذه المقالة، ولكني فرح بلقاء جدي وأبي وأمي فاطمة عليهم السلام، وعمي جعفر وعمي الحمزة، أنا فرح بلقاء هؤلاء الأحبة، لكن يا أبا عبد الله أنا أعلم بالذي قد دهاني، فلو أخبرتك فما أنت صانع؟ قال المولى أبو عبد الله: إذن والله أقتله يا أبا محمد. قال: لا والله لا أخبرك حتى نلتقي عند جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن يا أبا عبد الله أوصيك بعيالي، أحسن إلى محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. أوصيك يا أبا عبد الله فاكتب أن الحسن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويعبده حق عبادته، لا شريك له في الملك ولا ولي له من الذل. ما زال الحسن يوصي الحسين بوصاياه حتى أنفذ الوصية الأخيرة، قال: أخي يا أبا عبد الله، إذا أنا موت فخذني إلى قبر جدي رسول الله وادفني بجواره، فإن عارضك القوم فلا تقاتلهم، وخذني إلى البقيع، ولا أحب أن يهرق في أمري ملء محجمة دما. ما زال الحسن كذلك يجود بنفسه حتى دخلت أخته سيدتنا زينب، رأته بتلك الحال، نادت: وأخاه وحسناه، يا ويلي كبد الحسن متقطع بسم المنية، أصبح عالج وأصبحت زينب شجي، دخلت عليه وعاينت ليلوج وحده، عندها أخوه حسين دمع فوق خده، آمر عليه يشيل طشت البيه كبده، شيله يا أخويا لا تشوف الهاشم، شيل الطشت خافيل، وديعة شوف كبدي، خاف تنوح من بكاء، هيزيد وجدي، هادي وديعة والدي، حدار جدي، ما اقدر اشوف دموعها على الخد جري.
أوصيك يا ابن أمي بعد عينيك فلها وبكل وقت يا حسين عينك دايم لها تبقى تراه بالهضم من بعد أهلها توقف على جثثهم براضي الغاضري صدت لما تشوف طشت ميمت لبدا شافت قطع كبد الحسن متقطع بسا صاحت وهي فوق الوجه تضرب وتلطم شبدك يا اخويا مقطع وتخفي علي. قال ابن الاسود ما زال الحسين عليه السلام عند اخي حتى قرب رأسه الى رأسه وجعل يساره. قال قلت إنا لله وإنا إليه راجعون فإن الحسين قد اقترب أجله وهو يوصي بوصايا إلى أخيه الحسين وينبئه ويعلمه بكل قضايا آجركم الله. ما زال الحسن كذلك حتى عرق جبينه وسكن أنينه وأطبق فاه آجركم الله. مدد يديه وأسبل رجليه ثم غمض عينه وفاضت روحه الطاهرة الشريفة. رحم الله من نادى وسيده رحم الله من نادى وحسن. أين النادب وإمامه ومسمومه؟ ارتفعت الضجة من بيت الإمام. أخذ الإمام الحسين أخاه إلى جده وإذا بالقوم قد أقبلوا ورشقوا الجنازة بالسهام حتى وصلت بعض النبال إلى ذلك النعش وقيل إن بعضها قد اخترق إلى جسم الإمام. أيوا سيدا. فأراد بنو هاشم أن يجردوا سيوفهم كي يردوا عادية القوم. قال مولانا الحسين الله الله في وصية أخي الحسن. يا ويلي لويلاه يا هضم الحسن ومصاب سما بنهن دغال وفاتتي الأعداء بدمه يم قبر جد سهامهم فاتت بجسمه مصيبة ويهونها مصاب الغاضري. أنا أعجز شعدد من مصايب يوم لطفو كم شبل بيها وكم شباب إن ذباح ملهم يا من قطعت روس بيها وطارت جفوف يا مجساد رضضتها الأعوجي. فرجع الحسين بنعش أخيه إلى البقيع وكأني ببنات الرسالة تنظر إلى نعش الإمام محمولا على الأكتاف. فهذه تنادي وأخا وتلك تنادي وأبتا
وكأني بزينب إلا شال الجنازة والودي عتصيح يا حسين بجنازة المسموم ريض يا ضي والعين ريض يا ابو سكن ابن عاش حلوي الجهامة وسفروا الكفن عن وجهه تشوف اليتام وخلوا على تابوت المشاك كرها لعمامة ودعتك الله يا حسن هالسفر لاوي ريض يا ابو سكنة بجنازة حيل والأطباء خل على الرضا وخلنا نجدد ودا وعرج بتابوته على مكسورة الأضلاع ريض يا خويا ذابت قلوب النساوي لعريج على قبر البتول ابناعش ابناعش ابنا وقبرا يا خويا لا تحفر بعيد ابعيد عنه دفن بكترها بلكتي هوي دفن بكتر بلكتي هون حزنها أدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب أو أمتع الدنيا لشيء أحبه ولا كل ما أدنى إليك قريب غريب وأطراف البيوت تحوطه يا الله بجاه مولانا أبي محمد الحسن بن علي عليه أفضل الصلوات والسلام. اللهم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا, فرج عن إخواننا المؤمنين أينما كانوا يا رب العالمين.